في أول ظهور علني منذ واقعة الطرد المشبوه، الرئيس التونسي قيس سعيد يتهم بعض الأطراف باستغلال الأوضاع الحالية لمصلحتها. الرئيس التونسي أكد في مقر الداخلية أن الأمن في خدمة الدولة وليس أي جهة أخرى، مؤكدا دعمه للمؤسسة الأمنية ضد محاولات توظيفها، وأن هناك رئيس للدولة يضمن استمرارية الدولة. أقول في هذا الشارع الرمز، انتقلنا إلى مرحلة جديدة في التاريخ، دخلنا مرحلة أخرى، والمرحلة لابد من التعامل معها بعقلية جديدة. طالب قيس سعيد في الاجتماعات مع القيادات الأمنية بضرورة إنشاء اتحاد عامل لقوات الأمن الداخلي تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب. لم يكتفي قيس سعيد بإطلاق الاتهامات، لكنه تفقد شارع الحبيب بورقيبة، أبرز معالم العاصمة تونس وتجول في أركانه. وخلال جولته في الشارع تجمع عدد من المواطنين حول الرئيس التونسي لمطالبته بحل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي ومحاسبة الفاسدين. وسبق هذا لقاء قيس سعيد بقيادات أمنية وعسكرية للوقوف على مجريات التحقيق في واقعة الطرد المسموم الذي وصل إلى قصر كورتاج الرئاسي قبل أسبوع. ويأتي هذا في خضم أزمة سياسية تعيشها تونس بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة التي تتعرض لاتهامات بالتورط في أعمال فساد والانفراد بالسلطة.